السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم إن شاء الله في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نحاول نعطيكم واحد الشهدة زوينة كتجي زوينة من بحال الشكل ديال البريوش، غير هي على فورما ديال الشهدة. كنديروها دوائر صغار كنحطوها في وسط المول كتجينا بحال الشهدة إن شاء الله. هنا عندنا واحد 400 غرام ديال الفرس، عندنا هنا تقريبا واحد 150 غرام 130 على حسب السكر، اللي ما بغاش السكر مهم ما نزلوش 100 غرام، 100 غرام الفوق الا غادي ننزلو من نحيدو داكشي اللي فايت 100 غرام ديال السكر، الا كنا ما كناكلوش السكر. عندنا الزيت غادي نديرو واحد 70 غرام الزيت، واحد 30 غرام ديال الخميره او 25 غرام من الاحسن الا بغيتو، الا ما زربانينش ديرو غير 25 غرام ديال اسميتو. غادي نجيب واحد الباسينه ديالنا فاش غادي نعجنو، على بركه الله مباشره ناخذ الفرص ديالنا نديرو في لاباسين، هو نديرو عليه السكر ونديرو الزيت، من الاحسن اللي ما بغاش ينقص شويه السكر، اللي ما بغاش السكر. وغادي ندير واحد فانسو ديال واحد تبسه ديال الملحه، تبسه ديال الملحه ان شاء الله، يعني ما يعادل 10 غرام ديال الملحه، 10 غرام ديال الملحه باش ما تجيش تجي شويه مالحة، على بركة الله نعجنوها ونديرو الباسكون ديالنا. دائما بروفا لازم تسكن دائما بالباسكون لأن بعدها هنا درنا شوية زدنا شوية ديال الفرص باش نجمعو العجين ديالنا، مخصوش يكون جاري بزاف، غير شوية تزيدو غير معلقة ولا جوج صافي ما تزيدوش كتر. العجين ديالنا ها هو، غادي نحاولو نقطعو كريات دايرين صغار بحال هكا على حساب العدد ديال الكريات اللي غنديرو في هاد الشهدة. غادي نديرو كلشي هاد العجين كريات صغار وغادي نجمعوهم بحال هكا، من فضلكم تجمعوهم ها بهاد الطريقة، زيروهم من التحت. وغادي نجيبو واحد شوية ديال الزيت نديروه ديالنا باش ماتسقش لينا العجين في المول، ملي بغيو نديروها ما تقلعش لينا. دير شويه الزيت اللي يديكم، دهنوا المول ديالكم بحال هكا من الجناب، وغاديروا الكريات ديالكم الاولى بحال هكا، وهكذا ان شاء الله تنديروا الكريات ديالنا كلهم. الا عندكم مول كبير تقدروا ديروه كبيره، الا كانت عائله كبيره كانت عائلة صغيرة تقدرو ديرو بحال هكا. باش ما كتجي الكرة ليس، باش ما كتجي زوينة في المنظر ديالها. ركتي فيهم مزيان لأن خصنا تجينا كلها عامرة، بس ميتو إلا جاب الله كانت غير خرجوها وديروا بحال هكا وحطوها باش يجينا الشهده ديالنا مع تخمر، راه غادي تخمر حتى هو، ما تنساوش انها غتخمر، غادي تجمع مع راسها غادي تولي كيبانوا الكريات. غير الخميره ديالكم تكون زوينه باش ما تبقاوش في مشاكل. غادي نشعل هذا الفرن باش نخمر فيه لان بارد لحد بزاف، غندير 30 درجة العافية الفوق والتحت باش نديرو الخميرة. هنا غادي نديرو واحد وحدة كبيرة الوسط باش الفورما تجي بحال شي عقد ان شاء الله. هيا هاكا، وهذه غادي تخمر غادي تلاقى معهم
غادي يجيو زوينين ان شاء الله. ما ندهنوهاش بلا دور يدرو حتى تجمع، عاد نديرو لها ندهنوها بالبيض من الفوق باش تجي زوينه في سميتو ديالها. هنا كندهنو يعني الشهدة ديالنا، من الاحسن الا بغيتو تخليوها تخمر حتى تخمر كامله ان شاء الله، ولا بغيتو تقلعوها خصكم تقلعوها بموس، موس يدخل مع الحيط ديال هادي باش تقلع مزيان، لان غادي تلصق شويه مع المول. واخا درنا ليه شويه ديال الزيت ماشي مشكل، غادي الا بدا ما تلصق ضروري هانتوما هاكا ان شاء الله. ونقدروا نديروا اللوز محمر من الفوق منها مي حتى تطيب، كندخلوا الشوكولا غادي نديروها لداخل، الشوكولا غادي نديروا الشوكولا ديال الكو ديال النوازيت ديال لاكا كريم ديال المشوك، ندخلوها لداخل بواحد البوش غادي تشوفوا كيفاش غنديروا ليها، ونديروا لها شويه د النقاش ونرشوها بداك اللوز كتجي رائعه. تشوفوا البريوشه او الشهده ديالنا دخلناها للفران، غادي نخليوها تطيب مزيان باش ما طابت مزيان باش ما كتجي عاطيه المنظر وتجي المذاق ديالها زوين ان شاء الله. هذه عجينه بحالها بحال الخبز، الخبز كما كنخليوه يخمر يطيب نخليوها هذه تطيب حتى هي. هنا غادي نديروا شويه ديال الناباج او الكونفيتور، اللي بغى يدير كونفيتور يدير الكونفيتور تعطيه اللون زوين، وسهله تقطع راه غير كتجر هذا كيتقطع ونجيبو اللوز المهرمش نديرو شويه باش نزينوها وباش تكون ديك القرمشه باينه الفوق مزيان بركه. غادي ناخدو الشوكولا ديال الميشوك ديال لايكا كريم نديروها فواحد البوش، نديرو كميه ممتازه ان شاء الله، دويه تكون دوية اللي كان بحال لي بيكور بحال بيكور يعني اللي غادي تدخل في العجينه بحال هكا. ندخلوها هنا ونخو هنا ندخلو ونخبو الشوكولا ديالنا في كل حبه، ندير واحد الكميه ديال الشوكولا كثيره شويه ديال لايكا كريم ديال ميشوك. توركم مزيان باش تكون الشوكولا مزيانه في الداخل ديالها. تبارك الله راه 11 بيرسون ياكلوا في هذا، 11 الناس من غير هذه البقاله الوسطانيه الكبيره. نزيد الشوكولا باش ما عمرناها بالشوكولا باش ما كتجي لذيذه بداك الكود نوازيت ان شاء الله. وهنا ناخذ شويه ديال اللوز نسدو به هاد الحفاري ديال العماره بحال هكا باش تبان بحال الا ما عمراش، وهي فيها فعلا الشوكولا هاد النوع ديال الشوكولا ديال لايكا كريم ديال ميشوك. فوالا الشهادة ديالنا، نتمنى تعجبكم ان شاء الله. يمكن لكم تصوبوها كبيره الا بغيتو كبيره، كانت عائله كبيره تقدروا ديروا داك المول الداير الكبير، تقدروا ديروا غير المول بحال هكا اللي بغيتو، بغيتو غير ديال ثلاثه الناس تقدروا ديروا مول قد هكا وتحطوا وحده في الوسط ثلاثه الحبات كتجي زوينه ايضا ان شاء الله. نتمنى لكم اخواني اخواتي كل التوفيق، وكتجي راه كتجي رطبه مزيان كتجي زوينه في الاكل ديالها. نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق، ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.